انت كنت تدعو الى اسقاط المنظومه السياسيه. قيس سعيد جزء من المنظومه، ونحن كنا عارفين اللي قيس سعيد، وهذا موقفنا مش جديد. وهذاك علاش كنا نقولكم ضد الكل يا سي ناجي. قيس سعيد ما صوتنالوش، ونبهنا التوانسه قلنا لهم راهو شخص متغطرس، وراهو ما يختلفش على الغنوشي وما يختلفش على كل الطغاة قيس سعيد. هذاك علاش اليوم من جوهر افهام نحب نقول التوانسه رانا ماناش مع النهضه. النهضه نحن قاومناها 10 سنين، النهضه واحنا نقاوموا فيها، ما شاركناش معها في الحكم. سيناجي اليوم ثم ناس خدموا مع النهضه في الحكم، ثم ناس يقولوا حامل الامامي الان كما لو كان يعيد 18 اكتوبر. لا مش صحيح، نحن قاعدين نقاوموا فيها. مالا شنو الجبهه اللي تحكيوا عليه؟ ما عادش عندي وقت. لا سامحني ساعه. انا جبهه نحكوا عليها. الناس حكموا مع حركه النهضه، اليوم يصفقوا القيس سعيد ويقولوا حزب العمال مع حركه النهضه. ماناش مع حركه النهضه، اكثر ناس نقدوها واكثر ناس فضحوها واكثر ناس طالبوا باسقاطها، لكن ما نمشيش انا مع قيس سعيد. وهني طرحت لكم اسئله انا، شنو هو برنامجه؟ شنو هو خطواتكم انتم المستقبليه؟ شنو برنامجكم؟ هو برنامج نحن لتونس. برنامج نحن لتونس نحن نعتبره اللي ثم نقيصه كبيره في الثوره اللي خلات البلاد وصلت اللي هي اليوم. الثوره مست كان الجانب السياسي فقط شكل الدكتاتوريه، اما العائلات المتنفذه، لوبيات الفساد، اقتصاد الريع، لكن الناس اللي دمروا تونس وقت بن علي ما زالت الثروه عندهم في تونس.